صباح الخير. وبتبقى بيروت عاصمة لبنان وعاصمة العروبة. من أجل القدس انتفضت، من أجل الحفاظ على الأرض والمقدسات وحق العودة. فالقضية الفلسطينية هي اليوم نهج أبناء العاصمة وإيمانهم، كما كانت بالماضي من أولويات الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومحور عمله السياسي. نهج حمل عناوين العدالة والاعتدال والسلام العادل دون التفريط بالمسلمات، من بيروت إلى القدس ويافا وحيفا وعكا والناصرة وبيت لحم وكل حبة تراب من فلسطين. ألف سلام. برزنامة 2017 محطات مؤلمة مرق فيها الوطن وأحداث سياسية واجتماعية واقتصادية، والمواطن كل سنة بيحلم وبيتمنى وبيقول إن شاء الله السنة اللي جاية، والأمنيات بتختلف من شخص للتاني. البعض أحلامه كبيرة والبعض التاني أمنياته بسيطة وعلى قد الحال. شو تحقق من هالأمنيات؟ كمان أخبار الصباح جالت بشوارع العاصمة ورجعت بها التقرير مع الزميلة رويدة الصفدي. نروح نزع سينما ونروح على البحر، بنسكر محلاتنا بالنار نروح على البحر نسبح بصيفية. كانت أيام حلوة كتير، حلوة في بركة في حياة حلوة. السنين الماضي انطوت على أيام البركة والمحبة، وبرزنامة هالسنة حيكملوا ال 365 يوم. شو حقق فيهم المواطن من إنجازات شخصية؟ ما في شيء، يعني في أشياء بحلم فيها بس ما قدرت أحققها بسبب الوضع بالبلد. نحن عايشين كل يوم بيومه، لا إنجازات ولا شيء، كل يوم بيومه، ما في إنجازات ولا شيء. مثل ما إجوا راحوا، ما في شيء تحقق معي. أنا ببطل يا عم من البق. ما في شيء جديد. ما في شيء بشجع. الناس محبطة. هيدي الهموم وهودي الزعماء ما عم بيخلوك ترتاحي. الأيام عم تركض راكض لاهينا والإنسان ما عم بيفكر. بكل همومه ومشاكله هو حديث الناس اليومي، وفي ناس مرت عليها السنة وبقي عندها حنين لأشخاص أصبحوا بحياتها ذكرى. أيام جوزي كانت حياتنا منيحة، بس توفى هو بكير وترك لي الأولاد، والله بيعلم كيف ربيناهم. بالأول كان حلوة، هلا أمرة، هلا كبرنا وضعفنا وانكسر وركي وعملت عملية. كله قهر وتعتير، الله وكيل، كله قهر وتعتير وعذاب بهالدنيا، ما في شيء محقق معي ابدا. الرجال يكون موجود بالبيت، هيدا اهم شيء. ما تروح الرجال ما في حدا، ما في حدا تروح الرجال ما في حدا. الرجال هو لو فحمه بالبيت رحمه. البحبوحة هو أكثر تمني يسمع مع بداية كل سنة، ووقت النهاية بتبقى أرصدة المصارف هي الحكم. شوفي قد ايه المبلغ بيطلع، قد ايه بيطلعوا 301. هذا اللي بقى من السنة كلها، مع انه موظف متقاعد. اقتصاديا قد ايه اللي علينا بعده هو الدفعات بعدها هي لا انكسرنا زيادة يعني. والله بصراحة يعني كانت كارثة على العائلة لأن أشغال ما فيش. يعني شو بدي حقق؟ المصاريف أكثر من الدخل، كيف بدي حقق؟ مهم أن علمت ولي الحمد لله وخلاص مش الحال. رزنامة 2017 على أبواب النهاية، ومع كل ما مر بيبقى للأمل مكان بالنفوس وبين الناس. انتهيت بولادنا، سافر على كندا، وهيدا فات على مستشفى، وهيدا هموم ما في إلا هموم. حياة بدك تعيشيها، ربطي أموري، عملي قد ما بتقدري، مضبوطة ولا يا حبيبة قلبي. جايين عن طريق حفيد. بالصحة وماشي الحال معك زين. الإنسان ما يكون معقد. التعقيدات الاجتماعية هي بتخليك إنك أنت تترجع إلى وراء. الحمد لله تمام، كل شيء تمام، وجوزت كمان بنتي الحمد لله، صار عندي مناسبات حلوة بحياتي. أي في لحظات حلوة إنه الحمد لله كل شيء تمام، ما مرق علي أحزان. يا رب يعني هالسنة الجاي
تكون فاتحة لحل كل الأزمات العالقة. الله يبعث الخير، الله يسعد خير إن شاء الله علينا وعليكم. منتابع حلقتنا ومن خلال تقاريرنا من إمارة دبي شهدنا على أبرز المحطات من مهرجان دبي السينمائي بدورته الـ14، نشاطات خيرية، عروض أفلام عربية وأجنبية، واليوم المحطة مع العشاء الخيري Global Gift Gala يلي أقيم بحضور عدد كبير من السينمائيين والفنانين المعروفين، وكل التفاصيل بهالتقرير من دبي. مرة جديدة عم يلعب مهرجان دبي السينمائي دور مهم بالأعمال الإنسانية، وذلك مع عودة الحفل الخيري Global Gift Gala بحفل جديد ضمن فعاليات المهرجان بالدورة الـ14. تضمن هالعام حفل عشاء ومزاد علني لمجموعة فريدة من الأغراض الثمينة بحضور نجوم كبار ليعود ريعها لصالح مؤسسة دبي العطاء ومؤسسة Global Gift، حيث خصص ريعه لدعم برامج مختلفة بخمس قارات، مما جعل هالحدث عالمي بامتياز. We do a very special night for Puerto Rico. You know that, yeah, Luis Fonsi is here. He came all the way to ESP with us and sing Despacito for us. So it's going to be a really fun night. But under all that is about helping the people of Puerto Rico. الفن دائما كان وسيظل له دور كبير جدا في دعم ونشر الخير والوقوف خلف الخير، يعني بخطى ثابتة جدا جدا. وإحنا فنانين بنجسد حياة الآخرين، بنجسد حياة الأفراد والأشخاص في المجتمع، وعمرنا ما هننجح في دور لو ما حسناش بيه. So many charity events, but this is kind of very special for me, and because it helps real, you know, exactly the who needs help. And especially impoverished children need our help more than anything. And the only way to break past all of these problems that we are facing in this world today is through education and through better guidance and understanding how to be in a more harmonious way of being with one another. هالحفل الخيري أصبح جزء لا يتجزأ من مهرجان دبي السينمائي، والسينما والفن جزء لا يتجزأ من الأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية على مدى السنوات. ومنتابع أخبار الصباح وفقرة السؤال اليومي، توجهنا للناس بسؤال شو يعني ترموا؟ أجوبة الناس المتنوعة وتعليقاتهم نحن منتابع سوا بهالتقرير. من أول ترموا هلا؟ شو بعرفنا؟ بيكون مش ترموا، يعني مش وقته، يعني ما لازم نقطفه، ما لازم نحكيه، ما لازم إنه يعني مش وقته، يعني شيء ما ترموا، يعني ما وقته هلا. مش ترموا يعني مش وقته، ترم كلمة يمكن بعتقد أجنبية يعني. ترموا. ترموا، عكس مش ترموا ترموا، عكس مش ترموا ترموا، ولا بترموا ولا ما بترموا. مش ترموا. مش ترموا مش وقته، بس بقولوها بسوريا، بقولوها بالأردن، مرتبطة بوقت، ترمى وقت يعني. مش ترموا مش ترموا. مش ترموا، شو اللي مش ترموا؟ ترموا، ترموا بقى الشعب شوي يفهم، ترموا إنه الوعد يوعى شوي. مش وقته، لا بتقولي مثلا شغلة مش وقتها، مش ترموا هلا. ترموا، يعني فيك ترمي من رمى. في ترمو انه ترمو الطابق، اذا بدنا بالجمع ترمو الطابق. مش ترمو يعني ما وقته هلا، ترمو وقته.
ترمو هاي جديد علي. ترمو بعرف لا ترمو ما تكب يعني ترمو زازيلا اس بصير ترموس بس اكثر منك ما بعرف. ترمو وقته كلمه تركيه ترم يعني الوقت. لا لا فرنسيه بعتقد هيك. انا ما بقول مش ترمو بقول مش وقته انه انتهى الوقت كلمه فرنسيه انتهى الوقت ترميني سفيني فينيش. ترمو يعني حان الوقت يمكن كلمه تركيه. ترم من ترم بعتقد بالانجليزي مبلشي من ترم ترم اللي هي بتعني وقت محدد. ترم معربه ترم وقته شو من الترامواي ترمو وقته لانه كان شيء دقيق كتير بالوقت. الترامواي ترامواي ترام ترمو من الترامواي. ما ترمي يعني ما ترمي شيء. شكرا.